لو انتقلنا إلى موضوع التدرج بالتشريع، نعم. يعني بعض الجماعات تقول كيف تتدرجون بالتشريع والشريعة قد اكتملت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فكيف تطالبون بالتدرج بتطبيق الشريعة؟ قضية كمال الشريعة هذا شيء متفق عليه. نعم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالشريعة تمت، وبوفاة النبي عليه الصلاة والسلام أغلق باب التشريع. فهذه قضية منتهية. لكن الآن في الظروف التي نعيشها، النبي عليه الصلاة والسلام نزلت الشريعة عليه مجزأة، أليس كذلك؟ نعم. معظم الأحكام، أكثر من 90% من أحكام الشريعة نزلت في المدينة المنورة. نعم. والقليل جدا من الأحكام نزل في مكة. نعم. لماذا؟ لأنه في مكة كان بناء الشخصية الإسلامية، كان بناء العقيدة، كان بناء الفكر، كان وضع الأسس خليني أقول للحياة الإسلامية وللحضارة الإسلامية. وكان هذا الحقيقة، نحن نلاحظ أنه في مكة العبادات التي تحتاج إلى دولة نزلت في المدينة، ما نزلت في مكة. يعني الشيء الجماعي، الأمور الجماعية التي تحتاج إلى تنظيم من الدولة ما نزلت في المدينة، المدينة ما فيها دولة. الآن مجتمعاتنا الإسلامية فيها حكومات، هذه الحكومات معظمها السواد الأعظم منها هي يعني نفسها ما بين علماني وليبرالي. أيضا هذه الحكومات داخلة في أحلاف وفي مواثيق وفي صلات مع دول كثيرة. نفس الناس يعني غربة الإسلام فيهم طال مداها، وأيضا حالات الانحطاط والتخلف والجهل والأمية التي سيطرت على المسلمين قرونا من الزمان، هذه كلها تركت آثارها لدى الناس. فأي حاكم سيأتي ويطبق الشريعة حسب ما يرى، الناس سيرفضون هذا، لأن الأساس العقدي والأساس الفكري والأساس الأخلاقي الذي يجعل الناس يتجاوبون مع أحكام الشريعة هو أساس ضعيف جدا لدى الناس. وبالتالي هذا الأساس يحتاج أولا إلى تقوية، وبعد ذلك تأتي الأحكام. فقضية تمام الشريعة هذا شيء يعني ليس موضع خلاف، ولكن القضية هي قضية التطبيق. نحن نعرف أن المبادئ لا تعمل في فراغ. أي مبدأ من المبادئ حتى يعمل يحتاج أن توفر له الشروط التي تجعل الناس يستجيبون لهذا المبدأ. واستجابة الناس إلى هذا المبدأ تحتاج إلى تمهيد. يعني نحن الآن استطلاعات الرأي تكشف، أجري استطلاعا للرأي أنه نحن والله نريد أن نطبق كيت وكيت، والدول المتقدمة تفعل هذا بالنسبة للقوانين الجديدة. أي حكومة مسلمة من واجبها أن تطبق الشريعة كاملة. نعم. إن استطاعت. نعم. لكن إذا كان تطبيق الشريعة دفعة واحدة سيؤدي إلى اضطرابات واسعة أو إلى سقوط هذه الحكومة التي نعتبرها إسلامية. نعم. فحينئذ يعمل المبدأ العام لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، ويعمل المبدأ العام فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك يعني شخص مثل النجاشي، عندنا نموذجان جميلان. النموذج الأول هو نموذج النجاشي رحمه الله. النجاشي ملك الحبشة لما ضاقت الأمور على المسلمين في مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم اذهبوا إلى الحبشة، لبعض أصحابه المستضعفين منهم، قال لهم اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. ذهبوا وعاشوا عند النجاشي، وبعضهم ما عاد مثل جعفر بن أبي طالب إلا تقريبا للسنة الثامنة من الهجرة، إلى السنة الثامنة من الهجرة، يعني بقوا المسلمين فترة طويلة، بقي المسلمون هناك في الحبشة أنه كانوا مرتاحين ومبسوطين ويعني ويؤدون عباداتهم بحرية وكذا.
النجاشي لا نعرف أنه حكم في قومه بما أنزل الله. ولذلك ابن تيمية رحمه الله لما بتحدث عن النجاشي قال: أما النجاشي فإنه لم يحكم في قومه بما أنزل الله لأنه لم يكن يستطيع ذلك، ولم يدعو قومه إلى الإسلام لأنه يعلم أنهم لن يستجيبوا إليه، ولم يحج ولم يهاجر، مع أن الهجرة قبل فتح مكة كانت واجبا. لذلك بعد فتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فهو لم يحكم في قومه بما أنزل الله، لم يدعوهم إلى الإسلام، لم يحج لم يهاجر. ومع هذا يقول ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، يقول: ومع هذا فالنجاشي مسلم ناج لأنه اتقى الله بمقدار ما يستطيع. سبحان الله. ويوم توفي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بوفاته، قال لهم: أخوكم النجاشي توفي اليوم. طبعا هذا الخبر حتى يصل من الحبشة إلى المدينة يستغرق شهور أو شهر، أو فأخبرهم بذلك ودعاهم وصلوا عليه صلوا عليه صلاة الغائب.